السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، فيه فكرة ظريفة فيه. يعني هو موقع معتمد على الذكاء الاصطناعي بس بيركز على موضوع البنش مارك. تمام، يعني ايه؟ يعني انا هسأل سؤال وهو هيدي السؤال ده لتو موديل، وتبدأ انت تشوف انهي اجابة فيهم الافضل وتقيمها. تمام، وانت بتعرفش اصلا ده ايه وده ايه. يعني ممكن واحد مثلا ايه بيحب جوجل، فهو اوتوماتيك اي حاجة جيميناي بيقولها بيقول له على صح. تمام، طيب خلينا نسأله مثلا ما أفضل طرق إعادة الإعمار. تمام، ونقول له سن، هيبعتها لتو موديل ويبدأ يشوف لي الإجابة. تمام، وأنت قيم الإجابة دي أحسن ولا الإجابة أحسن، الإجابة A أحسن ولا الإجابة B أحسن. بعد ما بيخلص بيقول لك بقى أنهي واحدة فيهم الأفضل. تمام، فانا شايف مثلا ان في هنا تكرار رخم غلط، فانا اقول له ايه از بيتر، او ممكن تقول له الاثنين سيئين. فهو قال لي اه خلي بالك ان الموديل ايه ده اللي هو دوت، والموديل بي اللي هو دوت. ف اوتوماتيك كده قدر يقارن، وبعد كده اظهر لي انا واحده فيهم اللي انا كنت شايفها كويسه. طيب هو عنده كام موديل بتقدر تقارن بينهم؟ و45 موديل. تمام، 45 موديل، كل مرة بيجيب لك 2 عشوائي وانت تسأل، وبعد كده تقيم الإجابة، وبعد كده يبدأ هو يقول لك انا واحدة فيهم. ففكرته ظريفة، ممكن بقى تيجي تسأله اي سؤال تاني ويبدأ ان هو يجاوب على الأسئلة بتاعتك. تمام، ممكن تقول له اعمل لي ريجنريت، يبدأ ان هو يجيب لك الأسئلة من اماكن تانية. تمام، وتلعبوا اللعبة تاني. طيب خلينا هقول له هنا دول اهم المودلز اللي موجودة. احنا قلنا ان هما لو كام دلوقتي 96. تمام، ده اللايسنس بتاعتها، هل هي مجانية ولا اوبن سورس ولا بفلوس ولا مقفولة، والتقييمات بتاعتهم. فممكن تقول له رتبهم لحسب التقييمات، واي موديل فيهم عجبك تقدر انت تدوس عليه وتبدأ ان انت تشوفه. انا مثلا شايف ان ده كان واخد نتائج كويسة خلاص، فبدخل واروح مجربه على الموقع نفسه. فهو حاطط لينكات كل المودلز اللي تقدر ان انت خلاص ده انت شايف ان الاداء بتاعه حلو، وتبدأ تخش عليه وتبدأ ان انت تجربه. تمام، الموقع يستاهل التجربة وان شاء الله يعجبك.